السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي الدور الثاني، طلبوه من عندي. كتبت يعني مالت الكتاب، يعني نص الكتاب مال نص السنة، كتبت كل شيء، أسئلة من ضمن الكتاب القطعة أو اختصارات وإضافات وتنقيط وقواعد وسبيلينج وكل شيء جبت. ها عيني، فهذا الفيديو مهم، وإذا تقرأوا وتفتهموا يعني ضمان نجاح 100%. هذه تجي سؤال الأول القطعة، وتجاوبون عليها أسئلة yes or no أو true false، وأكثر شيء أنتو الخامس yes or no. read the passage carefully then write yes or no. يقول اقرأ القطعة وجاوب yes or no، يعني صح أو خطأ. Hello, my name is Dima. Hello, أنا اسمي ديما. I'm from Iraq. My flag is red, white, green and black. أنا من العراق وعلمي العراقي هو أحمر وأبيض وأخضر وأسود. مسقوف and كريجة are Iraq. المسقوف والكريجة هي من الأكلات العراقية. Foods من الأكلات العراقية. We often eat مسقوف on Friday. وأحيانا يعني وعادة يتناولون السمك بيوم الجمعة. Curry is from Iraq. Curry من العراق. Curry is from India. Curry من الهند. But we eat curry is Iraq. Dalia is from Egypt. تقول ونحن عادة نقول ونحن يعني كاري از إيراك، وايضا الكاري من العراق، او داليا از فروم ايجيبت، داليا هي من مصر. خلينا نقرا الاسئله ونجاوبها. كاري فروم ايراك، الكاري احنا قلنا من العراق، لو من الكاري قلنا من هذا. كاري از فروم انديا، كاري هي من الهند، اذا نو. The Iraqi flag is green, red, white and black. العلم العراقي هو أخضر وأحمر وأبيض وأسود. Yes. Kleja is India food. Kleja من ال Kleja من الأكلات. Kleja من الأكلات الهندية. لا. Kleja من إحنا قلنا Kleja are Iraq. مسقوف والكليجة من العراق. إذا no. Dima from India. خلينا نشوف هنا بالقطعة وين ديما. ديما قايل is from India. ديما من الهند. ديما خطأ. ديما I am from Iraq. ديما من العراق. داليا is from Egypt. داليا من مصر. اي صحيح قريناها داليا is from Egypt. Yes. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هاي اختصارات. it is its he is his. بعض هذه هاي الاختصارات يعني مخليها نموذج، يعني فيديو كامل على الاختصارات. 3:30 يعني 3:30 بثلاثة ونص. 2 o'clock هيجي 2 o'clock، هاي الساعات عندكم تمرين على الساعات بالنشاط الاكتيفيتي بوك. ماكرونيا ايطالي، كاري انديا. ماكرونيا من ايطاليا والكاري من انديا، لازم هذين الاكلات حافظيهن وهم منزله اني. تركي تركيش، تايلاند تاي، هذني الدول. مستر هادي ليفز هوم 7 اوكلوك ات لو اون، الخلي ات لان الساعات دائما ات، لو الاسابيع والايام تخلينا اون، اذا الساعات نخلي ات. ماتش لست A أو لست B، يعني توصيل بين A وبين B، يعني توصيل A وB. I get up at خلينا نقرأها. I get up at cats are miss Rim go shopping horse is very does the clean on Sunday friendly yes she does fast on Friday 7 o'clock. زين I get up at، تستيقظ، أنا استيقظ الساعة 7 صباحا، إذا نخلي E. Cats are نخلي I friendly، القطة هي ودودة. Miss Reem go shopping، هذا Miss Reem وين تروح
للتسوق بيوم الجمعة on Friday. A horse is very الحصان هو سريع جدا سريع fast. Does they clean on Sunday دائما؟ الجواب بالأفعال المساعدة does أو do، هذني جوابهن yes or no. Yes or no، إذن خلي بي yes she does. السؤال الأخ الإملاء مو الإملاء هذا complete the sentences أكمل. هنا عندنا كلمات وهنا نوزعها I pupil box dress travel. الآي العين بيوبل الناس بوكس الكتب دريس الفستان دريس وترافل يسافر. lots of in the world speak English الكثير من الناس يتكلمون اللغة الإنجليزية. خلي بيوبل الناس. ساري is a dress. ساري هو فستان مالت الهند. I want to other countries. نخلي ترافل يقول أنا أريد أن أسافر خارج القطر يعني أسافر. The London London eye is a big owl. عين لندن نخلي eye هي نخلي eye a big owl. زين بعد عندي spelling. هذه أكو أحرف يعني كلمات أحرف ناقصة. فوتبول لازم تحفظونها. إيراك فوليبول كرة السلة وإيجيبت مصر. يعني تحفظون الدول تحفظون الجنسيات وتحفظون هذه الألعاب فوتبول وتنس وفوليبول. هنا عندنا التنقيط بقى بس هذه آخر سؤال. لا بعد سؤال التنقيط. بانج جويشن يقول لك go I go swimming three تايم ويك. دائما الاي وين ما كان بداية بنص جملة بالنهاية نخليها كابتل لتر. جو تنزلنا في اسمها سويمينج ثري تايم ويك ونخلي نقطة لان هي ما بادية بأداة استفهام. اذا بادية بأداة استفهام نخليها أداة استفهام. واذا عندي هنا اسماء الاعلام يعني اسماء الدول او اسماء الاشخاص نخليها كابتل لتر. هنا ما جبت لكم انا اسماء هذا. وقت لهذا السؤال يقول is Iraq هذني قواعد where لو وين نقول where is Iraq أين هو العراق where مو نخلي وين. مستر هادي home at 7 o'clock live low lives نخلي lives لأن مستر هادي مفرد نخلي بفعل زائد s. I breakfast at 7 o'clock نخلي half ليش لأن I و they و we و you يأخذ have إذا كان she و he و it يأخذ has. I want to in the English language نخلي study نخلي study لأن قلنا يقول المدام بها I نخلي study. I فراغ I'm from Iraq she لو I نخلي مدام I نخلي I. she و he و it يأخذن is I يأخذن A they و we و you يأخذن R. هاي عيني نموذج أسئلة إنجليزي خامس ابتدائي وضمان إذا تقروا عليها ضمان نجاح نقول لك 100% يعني كل شيء كتبت جبت من الكتاب كله وإن شاء الله النجاح والموفقية.